حسيت بألم ونخزة في الصدر، قام يصيبني ألم قوي فيها. قبل أسبوعين كذي رحت المركز وشافتني الدكتورة، وداني أخويا وش اسمها شافتها وقالت لي إنها لا ولازم إن تنشال، يعني يسوون لها أشعة ويشوفونها دواء. كانت تشتكي من تكتل في الثدي، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين أن عندها ورم سرطاني. تم الاتفاق على خطة العمل بحيث أن المريضة تخضع إلى التدخل الجراحي قبل أي علاجات ثانية. بعد تطور العلم صار في والطب صار في عمليات تجميلية ممكن تجرى في نفس الوقت أثناء استئصال ورم الثدي. نظراً لحجم الورم وموقع الورم ارتأينا إلى جانب الاستئصال الجراحي للورم وفحص الغدد الحاوسة إجراء عملية جراحية ترميمية تجميلية في ذات الوقت. سوى لي نهاية تفنين، سوت لي العملية والحين الحمد لله، يعني الحين الواجد أحسن صار والله الحمد. العملية أجريت والمريضة تعافت، والنتيجة النهائية إلى استئصال الورم كانت ممتازة، وكذلك من الناحية التجميلية كانت النتيجة جدا جدا ممتازة ومرضية إلى المريضة وإلينا. وفي الختام أود أن أوجه جزيل الشكر لأفراد الطاقم الطبي الذين كان لهم الأثر الأكبر في نجاح العملية. بالإضافة إلى ذلك أود أن أشكر إدارة المستشفيات الحكومية. ورسالة أخيرة أوجهها لجميع مريضات السرطان بأن الفحص المبكر واكتشاف المرض في مراحله الأولى يتيح لنا فرص نجاح عالية جداً. واحد يصيد هذا المرض فيعجل بسرعة يجي المستشفى ويسوي الفحوصات، فما في أي خوف أبداً. الحمد لله أنا في البداية كنت متخوفة، بس الحين بعد من العملية وشالوا الورم صرت واجد زينة وأحسن. إن شاء الله الله يشافي كل مريض إن شاء الله.